فاضل ام كنت يعني ناوي اطلعه عمره ان شاء الله على حسابي. مش هجيب. منين يعني اجيب منين؟ انا جبت لها اوريدي بوت. هجيب لها ورد. مش هجيب لها حاجه. شنطه زي كل سنه. انا جبت لها ساعه وجبت لها شنطه، هي كانت نفسها فيهم فكان لازم اجيبهم. ممكن اي حاجه البيت يعني زي باق كده يعني. ممكن لبس، ممكن شنطه. اشتريت لماما هديه شنطه عشان تخرج بيها وكده. لسه ما قررتش. هجيب لها شوايه كهرباء. هجيب لها طرحه. هجيب لها كيسين سكر كده حلوين وكيسين رز. نية تعيش يعني عشان ناكل اي حاجه يعني على حسب ما افكر، بس لسه اجيب لها حاجه سبيشال اكيد يعني. لسه ما فكرتش، بس حاجه من الهدوم غالبا. ممكن اجيب لها شنطه مثلا هي جديده. هجيب لها شوكليت. وانا صغيره كنت بكتب لها حاجات كده في المدرسه بقى، وكروت بقى وشغله كي جي 1. الورد اللي هو البلاستيك كان بيتباع في المدرسه في الكانتين. مره مج ومره جبت ورده، مره جبت كارت كده صغير كان مكتوب عليه كلام، ظرف كده وعليه كل سنه وانتي طيبه يا امي بقى والكلام ده، وفي تشكيل بقى هي ورده بلاستيك كده وخلاص. كنا بنعمل لها ورق كده في المدرسه، شكرا يا امي، ونعمل لها ورده كده بفويل وبتاع، بس كانت بتنبسط يعني. كنت بكتب لها كارت كده كل سنه وانتي طيبه يا ماما، وهي بتحطه بقى عندها تحت المكتب. والله وانا صغير كنت باخد منها فلوس عشان اروح اجيب لها حاجات يعني. بس هي الحاجات دي انا مش فاكرها قوي. تجيب لها ورد البلاستيك اللي ب 2 جنيه. كان عندنا في المدرسه كانوا بيبيعوا اللي هو الورود الحمراء الصغيره دي، كنت بجيب لها واقعد اكتب لها على الكارت الصغير ده. تجيب ورده طعم كوبايات العاديه. كوبايات. وانا صغيره كنت بجيب لها كوبايات، مش عارفه ليه كنت بجيب لها كوبايات على طول كل سنه. كوبايات كوبايات زي التقليدي، الورده البلاستيك المعفنه دي اللي ب 2 جنيه. شوكليت باكلها. لا بحبك يا احلى ام في الدنيا، وببعت لك بوسه من هنا. سنة طيبه حبيبتي، بحبك جدا، ربنا يرجعك لنا بالسلامه وربنا يخليك لينا. شكرا شكرا يا امي. بحبك. ربنا يخليك ليا، وانت اللي وقفتي جنبي طول حياتي، ومفيش كلام يعني يقدر يوصف حبي ليها يعني. كل سنه طيبه يا مامي. سنة طيبه يا امي. انت هنا من اغلى الناس، اغلى حاجه عندي بعتبر يعني، وما اقدرش اعيش من غيرها. يا سنه طيبه، ربنا يخليكي لينا يا احلى ام، ويديم عليكي يديمنا عليكي نعمه، وتفضلي احسن حال وصحه ان شاء الله. كلها كل سنه طيبه، وانت اغلى حاجه عندنا يعني ان شاء الله. ماما بحبك جدا 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 جدا. كل سنه طيبه. ربنا يخليكي ليا وبحبك قوي. لا هو يعني لو انا عايزه اقول لها حاجات كتير قوي، بس انا مش هقولها غير ان هي ربنا يخليها ليا يا رب، ما يحرمنيش منها ابدا. ربنا يخليكي ليا احسن ام في الدنيا. كل سنه انت طيبه يا مامي، وربنا يخليكي ليا. احب اقول لها ان هي اغلى حاجه في حياتي، ومن غيرها انا ما بقاش عاصم او ما بقاش حاجه يعني. بحبك يا ماما قوي. لا بس انا عملت لها حاجه، رسمت لها بورتريه عجبها جدا. مش عارف ايه يا شباب حكايه الورده البلاستيك يعني كذا حد يقول لك انا هجيب ورده بلاستيك وانا مروح النهارده.